السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبير ناجي من عالم بيرو. النهاردة عملت لكم كيكة السينابون. كيكة سهلة قوي. انا بصراحة من عشاق القرفة. السينابون بحبه جدا. اي وصفة ليه ان شاء الله بإذن الله هتلاقوني بعملها لكم هنا في القناة ان شاء الله. هعمل لكم قريب قوي السينابون. بس النهاردة هعمل لكم كيكة السينابون. كيكة حلوة قوي. بسيطة وسهلة هوا يعني. بصوا متاخدش مني 5 دقايق بالظبط في اعمالها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس حبيت اقطعها لكم عشان تشوفوها. يا ريت بقى اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وما ينسانيش في اللايك بعد اذنه. كان طعمها لا يقاوم. خطيرة خطيرة خطيرة. عشان عارفة الكاميرا اتقلبت مني بس يا رب يكون واضحة بالنسبة لكم. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي الكيكة السهلة ديت. بجد مش اكتر من 5 دقايق بتكوني عاملاها. المقادير بتاعتي: بيضتين، 1.5 كوباية من الدقيق، 1 كوباية سكر حبيبي، 1/2 كوباية لبن، 1/2 كوباية زبدة او زيت اللي يعجبك. موفي يعني المتوفر اعملي بيه. هاخد كيس بيكنج باودر ومعايا شوية فانيليا. طبعا طالما اتوجد بيض يتوجد فانيليا وخل عشان الزفارة. هعملها في الخلاط عشان تبقى سهلة قوي. ولا مضرب ولا اي حاجة. انت ممكن حتى تعمليها كده بالمضرب اليدوي عادي مفيش مشكلة. هحط كل حاجة في الخلاط مع بعضها. حطيت السكر، حطيت الزبدة بتاعتي، حطيت الفانيليا، البيض. هضربها في المضرب في الخلاط وبعد كده هضيف اللبن وارجع اضربها كمان ضربة كمان. بس يا محمد احط بقى الدقيق بتاعي عليه البيكنج باودر واقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. اما يختلطوا مع بعض كويس يعني. انت عملتها عند مامتي حبيبتي، هي عايزة تاكل حاجة حلوة. مفيش احلى من كيكة السينابون. تعمليها لوالدتك ده لو بتحب القرف. بصوا بقى، جبت الخليط بتاعي من الخلاط بعد ما ضربته اهو. هنزل بيه على الدقيق وافضل اقلب فيه لحد بس ما ينسجموا مع بعض تقليبة كده كويسة. بس مش اكتر من كده. المقادير بتاعتي مظبوطة باذن الله. لو مشيتي على المقادير دي هيطلع لك احلى كيكة سينابون. تمام كده خلصتها. عايزه اعمل لكم بقى الخليط اللي احنا هنحشي بيه الكيكايه بتاعنا. عباره عن 1/2 معلقة كبيرة من القرفه، 1 معلقة كبيرة سكر، 1/2 معلقة من الكاكاو الخام او نسكافيه سوري او نسكويك اللي يعجبك. هقلبهم كويس واركنهم على جنب. هحتاجهم دلوقتي. هجيب الصينية بتاعتي اكون مغلفيها كويس بالسمنة او الزيت والدقيق زي ما انتوا شايفين كده. احط شوية من الكيك بتاعي تحت الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. لو حابة تستعملي قالب الانجليش كيك مفيش مشكلة، اي صينية عادية مفيش مشكلة يعني متوفر عندك زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى كفايه يعني تقريبا نص المقدار بتاعي. احط بقى الخليط اللي انا محضراه اللي فيه القرفه. احاول بقدر الامكان ملمس الاطراف يعني عشان السكر ما يكرملش معايا وتلزق. بصوا يعني احاول بقدر الامكان ويكون الخليط بتاعي في النص زي ما انتوا شايفين كده. اكون طبعا مسخنه الفرن بتاعتي على درجه حراره 180. الكيكه دي هتاخد مني تقريبا من 1/3 ساعة لنص ساعه لانها مش كبيره زي ما انتوا شايفين. انزل بقى بقيه الخليط بتاعي واحطه بقى بالراحه كده لانه برضو القوام بتاعها خلي بالكم مش خفيف قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده قوام المظبوط. انزله كده بالسباتيولا واحدة واحدة. خلاص كده
هدخله بقى الفرن بتاعتي. بصوا خرجت اهي كيكاية في منتهى الجمال ولونها حلو قوي ذهبي. عملت بقى انا كان عندي شوية صوصات في التلاجة صراحة طلع طعم، محبتش اطول الفيديو بعمل الصوصات، بس لو عايزين تعرفوا صوص الجبنة بتعمل ازاي، هو قطع انا عملته بقطعة جبنة، 3 معالق لبن محلى مكثف بس. لو انت ما عندكيش لبن محلى مكثف يبقى معلقه لبن بودره على معلقه سكر على قطعه جبنه وتقريبا 3 معالق لبن. هنقلب الكلام ده مع بعض، مش هحتاج صوص كتير، صوص جبنه يعني اكتفيت باللي كان موجود عندي. وكان عندي برضو صوص كراميل وصوص شوكولاته، جناش شوكولاته كنت عامله قبل كده. بس هو عايزه اقول لك حاجه، اي حاجه تتبقى منكم من اي صوص في كيس وفي الفريزر هينفعك بعد كده في اي وصفه تانية تعمليها ان شاء الله باذن الله. بصوا عملته كده بشكل عشوائي لحد ما خلصوا تمام كده. الكراميل هو زي ما قلت لكم شويه كده كانوا باقيين عندي برده، لو حابه بس تحطي كراميل حطي، حابه صوص جبنه بس حطي، اللي انت تحبيه حطيه، وقفي يعني المتوفر عندك. مش حابه اصلا صوص مفيش مشكله، هي مسكره هي في الاخر كيكه برضو، حاطين فيها سكر اكيد اكتر من السنابون من المخبوزات يعني. بس هي كده نزلت كده بالصوص الكراميل، اتفتحت الفتحه مني كبيره شويه فنزلت تهين شويه، عشان كده رحت ايه عامله زي ما انتم شايفين كده خطوط بس ما رحتش ورجعت. وصوص الشوكولاته كان عندي حبه حلوين يعني، حاولت بقى انزل ما بينهم بصوص الشوكولاته كده. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم، يا رب وصفه سهله وسريعه ونقدر نعملها بجد في 5 دقايق، نضرب الكيكه وندخلها الفرن ولا اسهل من كده. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم، كيكه السنابوم. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك بقى ويفعل الجرس، واوعي تنسيني في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.